الأمة عليها أن تكون قوية تحمل على رموز الباطل بأحد لسان. شخص آخر من ثقيف من هذه البيئة يبدو أنه أيضاً ارتاع أو اندهش مما يراه من أصحاب الباقر عليه السلام من الطعن على أبي بكر وعمر، فجاء يسأل الإمام الباقر متحققاً، يريد أن يتحقق هل أن الإمام الباقر يرتضي ذلك أم لا، أراد أن يتأكد من موقف الإمام الباقر عليه السلام من أبي بكر وعمر. من هو هذا الشخص؟ قدامة بن سعد الثقفي. حاولوا تحفظوهن هذني الروايات، ما سامعين من قبل أكيد. في كتاب تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه يروي عن قدامة بن سعد الثقفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أبي بكر وعمر. يريد يتأكد 100% أنه شنو موقف الإمام الباقر من هذين. فقال عليه السلام: أدركت أهل بيتي وهم يصيبونهما. يعني تبين أن هذه الثقافة، هذه التربية ليست تربية بدأها الإمام الباقر بل ورثها. إذا واحد تساءل من ثقيف أو غير ثقيف، لماذا أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يشتمون السلف، يشتمون أبا بكر وعمر، وتوهم أن الباقر هو من بدأ ذلك؟ لا، الباقر نفسه يقول: لا ترى أنا ما بدأت ذلك، أنا أدركت أهل بيتي وهم يصيبونهما، يصيبون أبا بكر وعمر، يعني ورثت ذلك من آبائي، من أجدادي، من أهل بيتي، ورثت ذلك من أبي علي زين العابدين ومن جدي الحسين عليه الصلاة والسلام، وهكذا وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. مع الأسف أن الأمة هذه لا تعرف هذه الحقائق. حتى رسول الله كان يطعن في أبي بكر وعمر وعائشة متى ما تسنت الفرصة لذلك أو تسنى له الأمر، والروايات موجودة عندنا وعند مخالفينا على السواء.